سيدي، وهذا جلال؟ بلى، هذا المحترم جلال. كرامي، المحترم جلال هلا طلع من الشقة. طلع بسيارة كيا ريو. ابعت لك حدا يراقبه ولا شو؟ طيب خلص خلص، ما راح ابعت حدا. ماشي ماشي علم، يلا يعطيك العافية. راح اترك لك اياه مثل ما بدك. ما بده نراقبه. سعاد جاهز العشاء؟ يلا انا وماما ناطرينك. مو قدراني انا تقبريني، فوتي انت تعشي. شو مو قدراني؟ من الصبح ما اكلتي شيء. طيب مو جعبالي اكل، شو ساوي يعني؟ حبيبتي حاستك مو على بعضك، شو صاير معك؟ مو صاير شيء، بس هيك ما بعرف شو بني. طيب احكي لي، مو انا اختك الصغيره؟ خلص معناتها لتكبري بحكي لك. إيه مو ليكون في شيء احكي لك اياه. يلا قوام فوتي تعشي مع امك، قومي. طيب رايحه اساوي لك سندويشه. خليكي. انه قلت لي ما عاد نعاش معي خال. ها ايه خال، لا تزعل مني لانه مو معقول شك بامي. يعني مرة محبوسة بالبيت من الصبح للمساء، شو فيها إذا راحت على الجمعية؟ شو في بالجمعية يعني؟ جمعية خيرية، عمل خير خال. بعدين شوف حالك دائما معصب ومتوتر وعم تخانق ومنفعل. حرام والله العظيم حرام. خالي؟ أنا ولا مرة سمعت إنه خالي حابب. حب؟ حب لك شي وحده خلي امي تخطب لك اياها. سامحني خال، انا مضطر روح ودور على بيت. قلت لك طلع من البيت، ما في بدك تطلع اطلع لحالك، انا بقياني هون. اخي لا تاخذ على حكيه، هذا ولد طايش. عتلي حمى لك، انا كان لازم اخذ اذنك قبل ما اطلع. سامحني اخي، الله يخليك سامحني. ماله القمر ماله، ما جيناش على باله. ماله القمر ماله، خلصنا مسوس، خلصنا بيروح دور بيجي غيره. آخ آخ، لك هذا تاني دور عم ينسحب مني. قلي لي شو أعمل. طوبري قلبي لا تزعلي، هي هيك صارت القصص، كل شي تغير. بس لسه في ناس ومخرجين أكيد بيعرفوا قيمتك. تخيلي ما بقى إجاني شغل غير مع ناس ما بتفهم شي بالمهنة، وكل حدا بده منك شي. بتعرفي من يومين مخرج ولد بعده بعت لي دور. أنا وقت اللي كنت أشتغل وكنت نجمة هو كان لسه عم يصحف. إيه وبعد ما اتفقنا طلب مني علاقة. لك تخيلي، لك تخيلي لوين وصلنا. طولي بالك أم السوس، طولي بالك. شبنا حبيبتي، روي أم السوس، روي شبنا. بتعرفي أنا ما بقى بعرف إذا بقدر استمر ولا لا. أنت بتعرفي اللي وراي واللي قدامي. أنا مصاري ما بقى معي، حتى ما بقدر أعيش بمستوى أقل من اللي أنا عايشته. وأهلي أنا بصرف عليهم. معك روينا روينا. بصحتك. شرب.